علينا الشيخ الفاضل المهندس عبد الله زعتر حفظه الله محاضرته التبصيرية التي بعنوان دور أبناء الجوف في بناء مستقبلهم في ضوء مخرجات الحوار الوطني، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن أبناء المحافظة يحسون بالآلام أكثر من غيرهم، مهما كان عند الآخرين من إحساس فرق كبير. أنا أتعاطف مع إنسان مريض لكني لا أحس الألم الذي يحسه هو، أنا فقط أتعاطف لحاله. ولذلك من يعاني ومن يحس بالألم هو الذي عليه أن يسعى إلى الطبيب، هو الذي عليه أن يبحث عن العلاج. فإذا كان المريض يرفض العلاج والطبيب يريد أن يساعده والناس يريد أن يساعده وهو لا يريد أن يساعد نفسه، لا يريد أن يستخدم العلاج، أكيد بيموت ما لم يكن هو نفسه المريض يلتزم بالعلاج بحسب الوصفة التي ذكرها الطبيب ويسعى هو بنفسه إلى الطبيب، فلن يحصل على العافية. إن هناك الكثير من البرامج التنموية موجودة من زمان، وإذا رأيتم المشاريع الموجودة الآن في الخطة الجديدة تجدون أنها قد وضعت في السبعينات، كان هناك كلام عن الكهرباء وكان هناك كلام عن الطرق في السبعينات. لماذا نفذت في بعض مناطق ولم تنفذ في مناطق أخرى؟ لأنه لم يكن عندنا حقيقة دولة، لم يكن هناك دولة، إنما كان عندنا ثورة. وميزوا أنها قامت في 62 ثورة ولم تكن دولة، يعني أزالت بيت حميد الدين، بس كدولة ما تأسس دولة، ما تأسس قضاء مستقل نزيه، ما تأسس جيش محايد، ما تأسست مؤسسات يعني قائمة على نظام، وإنما كانت يعني كل واحد يعمل الذي يقدر عليه. وبالتالي مخرجات الحوار تؤسس لدولة، ونحن بأمس الحاجة الآن إلى الدولة. أنا ليس هذا الكلام من باب أني أعارض النظام السابق، أو لأنه في فهم كذا أن الناس يعارضوا نظام معين أو شخص معين، لا لا، أنا بالنسبة لي أنا أتكلم عن دولة. كان عندنا دولة من السابق؟ أين هي الدولة هذه؟ إذا كان التعليم يقول لك وزير التربية عندنا 169 ألف مدرس لا ومدرسة لا يحملون الثانوية العامة، إذا كان هناك يعني عقيد أو عميد مدير مكتب صحة ما دخل الجيش والأمن صحة، إذا كان عندك أنت سجون في كل مكان، الأمن القومي والأمن السياسي والأمن المركزي والأمن العام والشرطة والنجدة والمباحث والنيابة والمرور والبلدية والضرائب والجمارك والأوقاف والمشايخ والمجالس المحلية، أيا منهم من الذي يمثل الدولة منهم؟ نحن الآن نريد أن نبني دولة. الدولة أصبحت فقط فاعل خير، أينما حصلت مشكلة ترسل لجنة وساطة، بس فاعل خير فقط مش دولة. وبالتالي لجأ الناس إلى السلاح، فبدلا من أن يتسلحوا بالعلم، بدلا من أن نقول كم عندنا في الجوف من يحمل الدكتوراه والماجستير، لا، من يحمل الار بي جي والبي 10 والدريما وكلام يعني من يقدر يستخدم، مش يستخدم الكمبيوتر والآلات الحديثة، لا، من يستخدم الأسلحة الحديثة، لأنه يحس أنه ما يعيش إلا بقوة. أنت في غابة، الضحيف يؤكل. أنا أقول لكم من المستحيل أن تجد واحد من أبناء القبائل يبحث عن الثأر وهو يجد دولة. نحن نبني الدولة،
قسمت اليمن إلى أقاليم. الآن إقليم سبع من ضمنه محافظة الجو. الكثير قال هذه الأقاليم ستمزق اليمن دون أن يدرس القضية من أساسها، ما هي، ما هي فكرة الأقاليم، ما هي صلاحية الأقاليم، ما هي حتى يحكم عليها. حكم بأنها ممزقة. طيب إحنا الآن 22 محافظة و354 مديرية، هل هذا تمزق لليمن؟ طيب والأقاليم مثلها؟ بالعكس، بدلا من الملاحقة المركزية إلى وزارة المالية وإلى وإلى وإلى، الآن خلاص المالية بتجي إلى عندك، بس بشرط تكون أنت مستعد، ها؟ مش سرقة مركزية تتحول إلى سرقة محلية، لا، تكون أنت مستعد، أنت مهيأ، لأن هناك إمكانات مركزية ستوزع يعني بطريقة معينة، الآن أنظمة ولها قوانين مشاكلة فوضى. وهناك إيرادات محلية لكل إقليم إيراداته الخاصة. كيف سيتعامل أبناء الجوف مع نظام الأقاليم؟ أنا أعتقد ستأخذ فترة، يعني حتى نكون واقعيين، لأنه يعني إمكانات إدارة الصحة بكوادر من نفس الإقليم هذا إقليم سبع يعني في نوع من المبالغة شوية، صح؟ لو كانت مهمة الإقليم عسكرية سيكون رقم واحد إقليم سبع، لكن مدنية تحتاج الآن إلى نوع من تركيب الذهنية عند المواطنين، لابد من إعادة تكوين هذا المواطن الذي يعيش في هذه المحافظة، لابد من إعادة تكوين المدرس والخطيب في المسجد والإعلامي وشيخ القبيلة والمسؤول الحكومي والكل. الآن تفتحوا مستشفى للجو وفي قسم للنساء، نريد أن يكون المرأة تعالجها مرأة، منين؟ ما فيش رجال، فيش نساء، ما فيش أطباء العدد الكامل. وإذا جاء واحد من الخارج قالوا ما وظفوا أبناء المنطقة، صاحب المنطقة يقول لك أنا الذي تشتي، تشتي حارس، تشتي فراش، تشتي طباخ، تشتي سواق، لا أنا ما أشتي هذا، أنا أشتي طبيب، أشتي مهندس، أشتي معلم معاه دكتورة من الثانوية، ها؟ أشتي واحد متخصص. من أجل ذلك الخطوة الأولى في المحافظة إنهاء كل الثارات، وإلا يعملوا نظام أقاليم كلهم بيتقدموا وأنتم تتأخروا. خلاص الآن ما عاد فيش دولة مركزية، ما عاد تقدروا تحملوا لا صنعاء ولا غير صنعاء، الآن بتتحملوا أنتم نظام الأقاليم، كل واحد يتحمل مسؤولية نفسه. ما تستطيعش الآن تطالب وين الحكومة، أنت الحكومة. الخطوة الأولى على أبناء المحافظة أن ينهوا حالات الثار نهائيا، وأن يبدأوا صفحة جديدة يتجاوزوا بها الصراعات الماضية. وأي قضية سيكون هناك حاكم ويقبلوا بحكم الشرع ويمشوا، لكن حكم البندقية سيدمر الجميع. إذا ما كان عندكم الاستعداد للتسامح فيما بينكم لن تبنى محافظتكم حتى ولا بعد مليار سنة. من المستحيل تنمية وحرب، هذا أمر مستحيل. لو تحاولوا تجمعوا خبراء الإدارة في الأرض كلها وتقولوا لهم عندنا حرب ونريد التنمية، مستحيل.
يروح يمتحن الثانوية يرجع ترجع جنازته اتقتلوا، ما يقدر يروح يشتغل في وظيفة حكومية لأن بين الثائر والمجمع في منطقة يعني تتبع آل فلان وهم من منطقة ثانية، يلا بيقتلوه، ما بيقدر يداوم في محل عمل، يداوم في بيته ونسجه لا عند إلا البيت، وإذا جاءوا لا عنده هو في منطقة ثانية بيقتلوه الشاكي، هذا أمر مستحيل. اعملوا حسابكم، أي تنمية تريدها للمحافظة ستبدأ من التسامح. أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بدأ البناء، قال ألا كل دم من دماء الجاهلية تحت قدمي موضع، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، بدأ من البيت. الخطوة الثانية أن تعملوا بالمتفق عليه، لا تختلفوا في أحزاب عندكم، وفي الذي يشتوا يدعوا الآن للمذاهب ويدعوا للجماعات الإسلامية ويدعوا لمش عارف إيش ويدعوا، لا خلونا على المتفق عليه. كل الأحزاب ستتضرر إذا تضررت الصحافة الجو، ما بيحصل لا مؤتمري ولا اشتراكي ولا غير علاج، إذا تلخبط التربية كلهم بتلخبط عليهم. إذا خلونا الأفكار في رأسك لك واللي في رأسي لي والمصلحة العامة تجمعنا، نعمل كلنا بالأشياء المتفق عليه. نحن كلنا متفقون نصلي، لكن واحد يشتي يقول آمين وواحد ما يشتي يقول، نعمل بالمتفق عليه، نصلي وبعدين يقول آمين لا ذمتي، ما تقول لا ذمتي، أنت حر، خلي الناس يصلوا والذي يشتوا. ما معنى قرآن زيدي وقرآن شافعي؟ أنا قرآن واحد. ما معنى نبي زيدي ونبي شافعي؟ معنى نبي واحد. هو زيدي ولا شافعي محمد بن عبد الله؟ وآل البيت الخمسة أهل الكسام محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، زيود أو شوافع؟ قبل بس من يحب آل البيت يمشي بعد الخمسة، مسلمين بدون مذاهب، من هو من شيعة علي يمشي بعد علي، ومن هو من سنة محمد يمشي بعد محمد، يلا هم كلهم مسلمين، قال الله سماكم المسلمين لا زيد ولا شوافع، أنها بيشغلوا الناس. هذول الفقهاء يضاربوا في المساجد، وهذول الأحزاب يضاربوا في المؤسسات الحكومية، والقبائل يضاربوا على في الرمال، ومن بقي معنا هذا الحين؟ لا عاد مسجد آمن، ولا عاد يعني طريق آمن، ولا عاد معنا مدينة آمنة، ولا ضاعت البلاد. نعمل بالمتفق عليه، والأشياء الخلافية هذه كل واحد لا واحد، ما حد يحاول يفرض رأيه على الآخرين بالقوة، الكل يتسامحوا والكل يتعاونوا ويبنوا بلادهم لهم، لك الآن، لك أنت، لأولادك، لأحفادك، لأسرتك. نريد تعليم المرأة، أنا أعرف في عقبات لا تزال موجودة حتى داخل صنعاء، يعني باسم القبيلة وباسم العيب وباسم، لا ما هو عيب، أنت بتسمحوا لها تكون راعية ولا ما بيرعن غنم عندكم؟ وليش ممنوع تكون طبيبة وتصلح تكون راعية؟ ها؟ وين القبيلة ما تمنعوها ما تروح ترعى وتجلس في البيت؟ هذا إذا قدر واحد يعني يشتيها قبيلة يمنع الكل، لا تدرس ولا ترعى، لا هي بتخرج ترعى لكن ما يسمح لها تخرج تتعلم، ها؟ كيف يعني؟ وعندك في المدينة هنا يقول لك عيب بتروح الجامعة، وتروح الجامعة، لا الجامعة مختلطة والشارع مختلط، إذا تروح شارع جمال والتحرير وشارع حدا وتتعطر وتكلم صاحب الدكان هذا وصاحب البقالة هذا وصاحب وتتجابر هو وياه وتضحك معه، ذا جائز، لكن تكون طبيبة تكون معلمة؟ لا، نحن نريد أن تضعوا خطة لتعليم بنات الجوف جميعا حتى لا تبقى واحدة أمية، حتى تتخرج جميع بنات الجوف من الجامعة، حتى تحفظ بنات الجوف الكل القرآن الكريم، ما فيش خلاف على القرآن، لا احنا متفقون، الكتب التي فيها خلاف احرقوها، خلونا على المتفق على بس، ما اتفقنا عليه اشتغلنا كلنا فيه وكفايتنا لو عملنا بالمتفق عليه. المشكلة عندما نبدأ نقول لا لن ألتقي مع هذا إلا إذا حلينا الخلاف بيني وبينه، مشكلة لازم نحلها، لا ما بيتم هكذا،
لن نتفق حتى تقوم الساعة. ومن أين بينتهي الخلاف؟ خلاف مع الناس إلى يوم الدين. قال رب العالمين تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين حتى تقوم الساعة. خلوا الخلافات على جنب، كل واحد له رأيه، لكن البلد بلدنا كلنا، الله ربنا، النبي عليه الصلاة والسلام نبي للجميع، القرآن كلنا معنا قرآن واحد، معنا قبلة واحدة، رمضان واحد، الحج كلنا بالحج، بيت الله الحرام ما حد بيروح يعني الصين، ها كلنا إخوة، إنما من إخوة، جدنا واحد، إحنا إخوة من أب وأم، مش إحنا جدنا كلنا واحد، آدم خلاص آدم قد هو جدنا، عن حد منكم مع جد ثاني خلاص. إن كان آدم هذا سيد، كلنا عياله ساده، وكل أصل كلنا أصول، ما تقول لي هذا أصل هذا قراء، كلنا جدنا واحد، كيف ما هو إلا اللي معه جد ثاني نحترم جده، ونحن الأخوة وأخوة أشكاء، ما فيش خالة. آدم زوج حواء ولا عد زوج أربعة ولا خمس، ما لا واحدة، كلنا عيال مرأة واحدة ورجل واحد، إحنا أخوة أشكاء كلنا، وكلنا رب واحد وقبلة واحدة ونبي واحد وقرآن واحد وأرض واحدة ولغة واحدة. ننسى الماضي وصراعاته وخلافاته ومشاكله ونبدأ من جديد. إذا ما بتبدأ هكذا ما بتوصلوا لنتيجة. بدل كل حامل سلاح، كل حامل دكتوراه، كل حامل ماجستير، بدل ما أحول فلوسي أنا أحولها إلى رصاص، أحولها إلى عمارة استثمارية، أجرها ولا نعمل مصانع، نعمل شركات، نعمل كذا، نعمل. والله بلادكم لو استثمرتم الزراعة الذي فيها أفضل لكم من البترول، يعني شوف الأرض والله أفضل. بقول لك لا، شوف أنت داري، أنت داري إنه البترول هذا بينتهي، منتهي. أنا بقول لك في سنوات، الحين يقول لك في عام 28 ستستورد السعودية البترول، 2028 خلي قدرها حتى لـ40 مش مشكلة، بس ما يدومش إلى يوم القيامة. هو أنا مهندس وحوض تسحب منه وبينتهي، عندك أرض ما تنتهي لما تقوم القيامة، عندك ثروة سمكية في البلاد هنا عندنا في اليمن، لو عندنا من يتقن بتبقى ليوم الدين، عندك ثروة حيوانية، عندك بس تحتاج إلى رجال، حتى لو طلع البترول بزيد القتلى أكثر، لأنه بدون البترول بتكون القتلى بأسلحة رخيصة، ولما يجي بترول بتشتري أسلحة أحدن. وبالتالي يعني لن تستفيد من شيء، لا بد من أولا التسامح، ثانيا العمل بالمتفق عليه. نحن نريد أن لا يكون هناك أي واحد يعرق للتنمية، يكون عندنا تخطيط، خطط، برامج، كلنا نتعاون لتنفيذها. لن تنجح الدولة بدون أن تتعاونوا أنتم مع الدولة، مستحيل. كل الخطط لا يعترضها أحد، تمشي أشياء مخططة مرتبة وبتمشي بتمشي. أنا أقول لكم كان في السابق أحيانا يعملوا هم نفسهم الحكومة، يخلوا واحد يرمي على واحد صاحب شركة مشان يروح لي ياكلوا حتى المعكسة. كم طريق لمرة الحسينية؟ كم قد أخذوا حق هالميزانية مرات؟ على من أيام الرئيس الحمدي رحمه الله. لا مش وقت الآن، احنا نحن نريد المواطن أن يكون جزء من التنمية، هو الذي يساعد، فحد يساعد أن البلاد تمشي، وأن البلاد يعني وإن شاء الله الكل سيصل إليه، لكن واحدة واحدة مش حبة حبة. يعني نريد كذلك أن يكون هناك يعني التزام، المغالطات هذه مثل ما سمعنا حق حالات الضمان الاجتماعية في كل الجمهورية، لا تظن أنه في منطقة، لا في كل الجمهورية. الحل إيش؟ إن شاء الله ستكون البطاقة الإلكترونية وستقضي على كل هذا. هو في الجيش أكثر، قال وزير الدفاع في مرة، أكثر من 200,000 جندي وضابط وهمي، في التربية أكثر من 3,000 مدرس وهمي. إذا ليست الغلطة في محافظة، الغلطة في الجمهورية، ستصحح لكن مع الصبر ومع التعاون من الجميع.
فإذا جاءت الطاقة الإلكترونية طيرت كل واحد زوار في السجل الانتخابي، طيرت الأسماء الواهية من الجيش من الأمن من الوظائف اللي معها ثنتين ثلاث من كلها بتطير. لكن الآن لا نزال عند القلم الرصاص، إحنا ما نشتيش طاقة إلكترونية ولا يزال هناك مقاومة. أنتم تقرأون في الصحف مقاومة، لا هذه بتكلف الدولة وبتكلف ولا بتكلف شيء ولا تكلف شيء، يخصموا علينا مرتب مرتب ودانا بطاقة ونريح نفوسنا. يا إخوان هذه ستؤدي إلى تنمية خيالية، تنمية خيالية. لو أحد يفكر في تركيا هذا لما طلع هذه التنمية من أين؟ قالوا له من أين هذه الخطوط الوهمية اللي تعاملها أنت عندك، خطوط ما فيها. قال لا السرقات بس اللي كانت السابق ستغطي، بس السرقات ستغطي. نحن نريد أن نشجع أنه أي شيء يعني فيه مصلحة نقول نعم، ناس كلهم يقطعوا الرقم الوطني ويتعاملوا بالتكنولوجيا ويحاولوا أنهم يحدثوا شوية الإدارة ويدربوا. أنتم الآن بأمس الحاجة إلى تدريب الموظفين، أدمتم ستكونوا يعني إدارة محلية حاجة إلى التدريب، وسواء كان التدريب عن طريق الحكومة أو أنتم تدربوا أبنائكم مش مشكلة. أنت هات يعني مثل ما بتدي غربك في الحرب وتدي فلوس، اديه ابنك هذا يتعلم لغة أجنبية وخليه ولدك هذا يتعلم يعني الإدارة الحديثة وكذا، بحيث تكون منطقتكم إدارتها بأيديكم على يد أبنائكم وبناتكم. ها سيكون عنده لا شك عطاء أكثر، بحاجة إلى حفظ الأمن وليس عن طريق الدولة. يعملون الناس ميثاق شرف، أي واحد يخل يقطع طريق يعمل مشاكل الناس كلهم يقفوا ضده، وليس الدولة. دولة في عادة تحتاج إعادة هيكلة الجيش وإعادة مخرجات الحوار الوطني، مخرجات رائعة وفيها أخطاء لا شك بدون أي نكال. كيف نستفيد من هذه الأشياء الرائعة ونبعد ونحافظ على الأساسيات، نحافظ على الشريعة الإسلامية، نحافظ على الوحدة، نحافظ على حقوق الإنسان، حقوق دينه وعقله ودمه وماله وعرضه، نحافظ على النظام الجمهوري، نحافظ على نبني مؤسسات، نشوف الحاجات المهمة ونبدأ. لكنها بحاجة إلى أداة تنفيذ هذه المخرجات، الأداة الحكومة لا، الكل، الأمن مسؤولية الجميع، التنمية مسؤولية الجميع. لا بد من التعاون من الجميع. أنا أقول لك، أنا إذا وجد عند القبائل ميثاق شرف ما أحد يعمل شيء، والله ما بتحتاجوا عسكري من الدولة، كل قبيلة تأمن بلادها وانتهت، الخير موجود، بس تحركوا اشتغلوا ابعدوا من الماضي، لا تذكروا الأحداث. احنا بدأنا في الحوار الوطني في فريق اسمه فريق العدالة الانتقالية، قالوا معالجة آثار 2011، قالوا دخلوا حق صعدة، قالوا دخلوا حق الحرام، قالوا عاد باقي حق 94، قالوا عاد باقي حق 86، قالوا عاد باقي حق 78، قالوا عاد باقي حق 62، وبعدها هات الآلام بدأت تظهر، قالوا واحد عاد باقي هابيل وقابي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بداية أرحب بكم في هذه الفعالية كمشائخ وأعيان ووجهاء وسياسيين ومثقفين وضباط وأفراد، فأهلا وسهلا بكم، أنتم الجوف والجوف هو أنتم، حياكم الله في هذه الفعالية التي أقامها إخواننا للتعريف
بالجوف ومعرفة واقع الجوف، وما سمعناه في المحور الأول من الأستاذ عبد الحميد هو كافي ووافي للتوضيح عن هذه المحافظة. ولكنني أقول لكم إذا أردتم الارتقاء بمحافظة الجوف فلا بد أن ترتقوا بأنفسكم أولا، والارتقاء بأنفسكم لا بد أن يصحبه الابتعاد عن العصبية، وأن لا تتعصب لشخصك ورأيك، ولا تتعصب لأسرتك وقبيلتك، ولا تتعصب لمذهبك وحزبك، بل تتعصب للحق العام والمصلحة العامة في محافظة الجوف. يجب أن نتسامى عن الضغائن والأحقاد ودراسات الماضي بسلبياته المعروفة والتي كانت سبب لضياع محافظة الجوف. يجب أن نتعامى عن الماضي وأن ننظر إلى المستقبل، وأن نبتعد عن العصبيات الضيقة. وإذا أردنا الارتقاء بهذه المحافظة فلا بد أن نسع بعضنا البعض، وأن تجمعنا كلمة واحدة هي مصلحة محافظة الجوف، ويجمعنا منطقة جغرافية واحدة هي الجوف. وأنا أكرر دائما وأقول في أي لقاء بأن محافظة الجوف لديها من المقومات والتي ممكن أن تسبب لها التماسك واللحمة الواحدة، المقومات الكثيرة، ويكفيها أن هذه المحافظة هي محافظة واحدة ذات اتساع جغرافي كبير لقبيلة واحدة. مهما اختلفت قبائل هذه المحافظة إلا أنها في الأصل قبيلة واحدة وتعود إلى أصل واحد. ومحافظة الجوف محافظة غنية وذات مستقبل واعد، وكما سمعتم في المحور الأول هناك مرتكزات اقتصادية هامة تجعل من محافظة الجوف مستقبلا من أعمدة الاقتصاد اليمني. يكفي هذه المحافظة أنها محافظة سياحية، لو فعل فيها الجانب السياحي لكفى عن الجوانب الأخرى، عن النفط والثروة الزراعية والحيوانية والبشرية. يكفي هذا المعلم لو فعل هذا الجانب وحافظنا عليه لأصبح لأعطى هذه المحافظة مكانة استراتيجية هامة في قلب اليمن وفي عمق الجزيرة العربية. ما بالكم بأن هذه المحافظة محافظة نفطية، والبشارات الأولية تعطينا أمل. والأخوة ولو الأخوة في الشركة صافر يخفوا علينا بعض المعلومات أحيانا، لكننا نسترقها من بعض المختصين. هذه المحافظة حقيقة محافظة لها مؤشرات بأنها محافظة نفطية وغازية، وقد تم التواصل مع الأخ رئيس الجمهورية والأخوة في شركة صافر لإنزال شركات التنقيب إلى محافظة الجوف. وأنا أقول لكم بأن هذه المحافظة كانت أول محافظة تم اكتشاف النفط فيها في الجمهورية العربية اليمنية في الثمانينات، عندما نزلت شركة هند لتنقب عن النفط في حوض مأرب الجوف. وحوض مأرب الجوف يشمل الجوف، مأرب شبوة، الجوف الآن اللي هو موجود الآن الساعد وما حوله، ومأرب صافر، وشبوة جنة. وتم استكشاف النفط في هذا الحقل، ونظر للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية السابقة
تم الاتفاق على أن يتم التنقيب، أن يتجه الاستكشاف والإنتاج والتصدير جنوبا شرقا، أي مأرب شبوة حضرموت. وبالفعل تم حفر 8 آبار في الجوف، في حوض مأرب الجوف، وغلقت هذه الآبار، 3 في مجزر و5 في المناطق الثانية. وتم الاتفاق على أن يتجه الحفر جنوبا، وبالفعل تم الاستكشاف والإنتاج والتصدير في صافر وفي جنة، وظل في الجوف محل كراوح. وبفضل جهود الأخ الرئيس حقيقة، وهذا فضل نذكره له، والتنقيب في محافظة الجوف يعد من إيجابيات وتوجيهات الرئيس الاستثنائية حقيقة. لقد أولى محافظة الجوف عناية خاصة، وأدى توجيهاته لأن يتم الاستكشاف والإنتاج في هذا الظرف. وبالفعل نزلت هذه الشركة، تم توجيه شركة صافر للنزول للاستكشاف والإنتاج، وتمت الدراسة، وتم تكليف لجنة للمسح والاستكشاف برئاسة الأخ نصر دارس، ونزلت هذه اللجنة وقاموا بالمسح والاستكشاف المبدئي. وبعد هذا المسح والاستكشاف تم نزول الحفار الأول إلى هذه المنطقة لحفر 4 آبار. هذه الآبار اسمها آبار استكشافية وليست إنتاجية، وحددت هذه الـ4 آبار. وبدأنا بحفر البئر الأولى، والتي يتراوح عمقها ما بين 8,900 قدم. تم الانتهاء من حفر هذه البئر بهذا العمق، 8,900 قدم، أي ما يعادل 3.5 كيلو. وتم دراسة هذه ما هو في باطن هذا البئر وما هو في جوف الجوف، وتمت الدراسات الأولية. هذه كل ما سمعتموه دراسات أولية ناتجة عن شركة صافر وليست عنا احنا، احنا صرحنا بما جاءنا من شركة صافر. تمت الدراسات الأولية، دائما الحفر الاستكشافي يمر لأن الأرض تمر بثلاث طبقات. الطبقة الأولى تكون غاز، والثانية تكون بترول، والثالثة ماء. استكمل الحفر من البئر الأولى، وتم الاستكشاف وتم التحاليل والاكتشاف في الطبقة الأولى، وتم تحديد الطاقة الإنتاجية في اليوم الواحد لهذه البئر من قبل المختصين والمهندسين في شركة صافر، 6 مليون متر مكعب. هذا بالنسبة للبئر الأولى، والآن غاز 6 مليون متر مكعب غاز. والآن اتجهوا إلى الطبقة التي تحت طبقة الغاز، وهي طبقة البترول، ولا تزال الدراسات قائمة ولم تستكمل المعلومات. وتم الانتقال من البئر الأولى إلى البئر الثانية الآن، وزرتنا الحفر قبل 3 أو 4 أيام، زرنا الحفار وزرنا المهندسين هناك، واطلعنا على سير العمل هناك، ووجدنا بأنهم قد بدأوا وصلوا 2,500 قدم حفروا في البئر الثاني 2,500 قدم. وهذا البئر من يعني ناويين أن يحفروا بعمق 7,000 قدم، 7,000 قدم مكعب، نعم، أقل من البئر السابقة ب1,900. هم الآن ماشيين في الحفر، والمبشرات تبشرنا إن شاء الله أن المستقبل الجوف مستقبل واعد، والنتيجة النهائية التي سوف تسمعونها تؤكد لكم ما هو في جوف الجوف، البترول ولا غاز ولا غاز بترول، ولا المعلومات كانت مضللة وضعيفة. هذا ستسمعونه بعد الانتهاء من حفر 4 آبار. بعد الانتهاء من حفر 4 آبار الاستكشافية سيتم، إذا الله وفق وتم الاكتشاف أن هذه المحافظة محافظة نفطية أو غازية واعدة، سيتم إنزال شركات الإنتاج والتصدير. هذا بالنسبة للنفط.
بالنسبة للـ 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 للأرض الزراعية، أرض الجوف تربطها خصبة ومياهها غزيرة، وينقصها الخبرات والعاملين الذين، هذا الجانب يكفي محافظة الجوف، ما بالكم بالجانب السياحي والجانب النفطي. الثروات الزراعية والأرض الخصبة تعطي هذه المحافظة مكانة خاصة، وممكن أن تحول من هذه المحافظة إلى سلة غذائية لليمن بشكل عام. لكن كل الأمور تحتاج منا ومنكم دعم وتكاتف وجهد كبير، وأن نبتعد عن النظرات الضيقة والعصبيات البغيضة الحاقدة، وأن نتجه جميعا للبناء. وكما ذكر أخي قبل قليل، نحن عندما وصلنا إلى المحافظة لم نستقصي أحد، نحن ضد سياسة التهميش والإقصاء والاستبعاد، وهذا ما ذكرته في أول اجتماع لي مع إخواني في المكتب التنفيذي ومع الإخوة الواجهات في المحافظة. نحن ضد هذه السياسة، نحن ثرنا على هذه السياسة، والذي يعود يمارسها سوف يكون سكنس. إذا تم التغيير من مارسوا هذه السياسة فالشعوب بدأت في يقظة، وسوف تكنس من مارس هذه الممارسات الخاطئة، وتبعدهم بعيدا عن السلطة والمسؤولية. نحن مع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كائنا من كان، من أي حزب كان، من أي مذهب كان، من أي قبيلة. نحن جئنا لاختيار البناء بناة التنمية، ولم نأتي لاختيار أئمة مساجد وخطباء جمعة. نحن جئنا لاختيار من يبني هذه المحافظة، من لديه قدرة في بناء هذه المحافظة تنمويا خدميا، ويحافظ على أمنها واستقرارها. لم نقصي أحد، وصرحنا أننا ضد سياسة الإقصاء والتهميش والاستبعاد، لكننا ضد من يقف في مصلحة في وجه المصلحة العامة لمحافظة الجوف. والله لن نقصي، ولكن سنقتلع جذوره تماما حتى تيبس الجوف، وسنأتي بمن يقوم بالحفاظ على مصالح هذه المحافظة وعلى حقوق أبنائها من مختلف مشاربهم الحزبية والمذهبية والقبلية. نحن نريد من ينظر إلى الناس نظرة واحدة، على أنهم أهله، آباءه، إخوانه، أولاده، لا ينظر على أن هذا من الحزب الفلاني وهذا من الحزب الفلاني وهذا من القبيلة الفلانية وهذا من محافظة المديرية الفلانية. لا، نحن نريد أن ننظر إلى المصلحة العامة حتى نستطيع أن نصل هذه المصلحة إلى أنفسنا أولا، وأن نصلها إلى مجتمعنا ثانيا، وتصل إلى أبنائنا وأحفادنا من بعدنا، وحتى تستمر لنا الدعوة بالخير حتى ونحن في لحودنا وفي قبورنا. إذا أحس الناس أن هذا النفع وهذا الخير كان متسبب فيه فلان من الناس، وفلان من الناس الآن تحت الأنقاض، فسيظل حي في قلوب الناس خالد تمجده معالمه وما أنجزه لهذه المحافظة من نفع وخير وصلاح. نحن لا نريد أن ننظر نظرة ضيقة أو نظرة عصبية حزبية طيقة، يجب أن نبتعد عن العصبية البغيضة مهما كانت هذه العصبية، ونتجه نحو البناء، بناء هذه المحافظة الواعدة التي تنظر لها اليمن خاصة، وينظر لها الوطن العربي والإسلامي والعالمي نظرة عالمية كبرى. أنتم والله بمحافظتكم كبار في أعين الآخرين، وأن كنتم صغار في أعين أنفسكم أنتم، لكنكم كبار في أعين الآخرين. فلا بد لهذه النظرة الكبيرة من رجال ذات همم والثابة كبيرة حتى تستطيع أن تتصدر الصدارة، وأن تبني هذه المحافظة لتساهم في بناء إقليم سبا الذي أنتم جزء منه. ولا شك أن الاكتشافات النفطية في محافظة الجوف تمثل رافد اقتصادي لإقليم سبا، والذي يمثل رافد اقتصادي للجمهورية اليمنية بشكل عام. هذا ما أحببت أن أطرحه على مسامعكم، وإن كان هناك من استفسار أو سؤال فبعد المحاور إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خير على حسن حضوركم ومشاركتكم الفاعلة
في هذا النشاط الذي هو لكم ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طلب مني الإخوان الكرام إعداد ورقة سريعة ربما لا تلبي الرغبة، لكنها يعني خواطر أردت جمعها لنقارن بين الماضي والحاضر وبعض التطلعات التي نأمل أن نصل إليها في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. الجوف قديما، معين، مملكة معين التي يمتد حكمها إلى مناطق بعيدة جغرافيا عن الجوف حاليا، وأسست إحدى أروع حضارات الإنسانية القديمة، وأثبتت تفوقها على حضارة الفراعنة في مصر والبابليين في العراق والأشوريين في الشام. تحكمت بشكل مباشر في طريق التجارة البرية مع الدول المجاورة، واتسم عهدها بنوع من الصراع على النفوذ السياسي مع مملكة سبا، وعلاقة تواد وسلام في أحايين كثيرة، وعلاقة سلام جيدة أيضا مع دولة قتبان وحضرموت في ذلك الوقت. أسست دولة معين أنظمة حديثة في الري وتصريف المياه والتقنية الزراعية التي لا تزال شواهدها قائمة للعيان ومطمورة تحت الأرض. كان بها نظام ديمقراطي عريق، ولم يكن تولي الملك فيها وراثيا، إنما كان عبر مجالس تتبادل فيها الرأي تشبه إلى حد كبير البرلمانات، عمل البرلمانات في عصرنا هذا يتم من خلال اختيار الملك والقادة. أسست دولة معين في عدد من المدن الكبيرة وذات الأهمية التي لا تزال شاهدها إلى يومنا هذا، مثل يثل والسوداء والبيضاء ومعين وإرم وكمنة وبراقش وينبأ إلى آخره من هذه المدن التي ربما تعرفونها كثيرا. لا يزال الموجود من هذه الآثار والمدن أكثر من 40 معلما أثاريا وحضاريا ظاهرا على الأرض إلى هذه اللحظة، من غير عشرات المعالم المطمورة والمخفية. عم الإسلام دولة معين في بداية القرن الأول الهجري، وسارعت كما سارعت العديد من مخالف اليمن للانضمام إلى النظام العالمي الجديد الذي يعمل على تحرير الإنسان في المقام الأول، ويفتح أمامه الآفاق للرقي والنهوض بحاضره ومستقبله. فشيدت المساجد والقلاع الإسلامية في كل زوايا الدولة المعينية السابقة، ويوجد الكثير منها في مديريات برط والزاهر والحزم كشواهد حية إلى يومنا هذا، وشارك رجالها في الفتوحات الإسلامية العظيمة. أصيبت الجوف كما أصيبت اليمن عامة بعصور الانحطاط والتخلف الحضاري، وتراجع دورها الريادي عدا الجانب الزراعي فيها الذي لم يتأثر، فقد ظل شريان الحياة ليس فقط للمنطقة وحسب، بل حتى لكل ساكني الجزيرة العربية، نظرا لوفرة المياه. بين قوسين نهر الخارد كما تعرفون كان يودي دور جيد، الآن هو تراجع كثيرا بفعل الارتوازيات والحفارات. ومدى صلاحية الأرض للزراعة والاستثمار، وقد أخبرنا آباؤنا في الماضي القريب كيف كان سكان الجزيرة يأتون جماعات ووحدانا يبحثون عن لقمة الخبز في الوقت الذي لم تظهر فيه الثروة النفطية، ويمكثون شهورا وهم يجمعون ما يستطيعون جمعه من الحبوب للعودة إلى أهاليهم في الوقت الذي وصل فيه المجاعة في هذه المناطق في شمال شبه الجزيرة العربية إلى أكل لحوم البشر بعضهم بعضا، وهذا إلى عهد قريب يعني ربما يدركها بعض كبار السن. وبعد ثورة 26 سبتمبر عام 1962 ظلت الجوف مرتعا للصراع بين الجمهوريين والملكيين، حتى تمت المصالحة بين الملك فيصل بن عبد العزيز والرئيس جمال عبد الناصر
عام 1968 فيما عرف بمؤتمر حرض. وبعد ذلك التاريخ طويت الجوف من حسابات الساسة حتى عام 1980 بدأت الدولة ببناء مدارس طينية مكونة من 3 فصول إلى 6 فصول في أغلب مناطق الجوف. في الفترة من 1968 إلى 1985 ظلت الجوف مناطق عبور للجبهة الوطنية لتجارة السلاح ونقله من عدن والعبر إلى الغولة وبلاد حاشد وصعدة نتيجة للصراع الدائر بين الشطرين آنذاك. ظل التعليم يترنح منذ ذلك الوقت رغم الطلب الهائل للالتحاق، انعكست مخرجاتها الضعيفة على نمو الوعي الثقافي والعلمي في المحافظة، وتخرج الآلاف من الأميين وحملت الشهادة الثانوية العامة الذين ساهموا بشكل مباشر في زيادة تردي التعليم. يجري ذلك في ظل غياب أي دور للأجهزة المحلية والمركزية لوقف عملية التدهور، وأصبحت المحافظة خلال 20 عاما مرتعا لمرضى النفوس وسندانة الفساد من أعمدة وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية ووزارة المالية، التي أصبحت المحافظة بشكل عام حديقة خلفية لممارسة أقدر الأعمال الإدارية، حيث يتم توظيف الآلاف من المجموعة الخامسة على قوة المحافظة، ومن ثم يتم تحسين أوضاعهم بموجب الشهادة الثانوية العامة ليصبحوا ضمن قوام المعلمين الممنوحين بدل قانون المعلم، وهم يعملون في قطاع خاص أو قطاع حكومي أو مغتربين. ولا غرابة إذ أصبحت المدارس مغلقة وتشكو قلة المدرسين. أما مكتب مثل مكتب الصحة ليس له وجود، رغم وجود أعداد كبيرة من الكادر تم تفريغها ويمارس فيها أسوأ أنواع الفساد. وتصوروا أطفال موظفين يتم التحايل على القانون الصحي اللي هو يسمى بدل تنميط عند الموظف الصحي، يعرفوه هذا يخص البدل الكادر الصحي، يتم التحايل عليه ويتم ترقية هؤلاء الأطفال حتى يحصلوا على هذا القانون نتيجة للمحسوبية والفساد المستشري في هذا القطاع. لا يقدم المكتب حاليا أي خدمات رغم ميزانيته المرتفعة. هناك جهود حقيقية يبذلها الأخ المحافظ مشكورا وهو اليوم بينكم حول موضوع الكهرباء، والذي خطى خطوات جيدة وهي ليست المطلوب. نامل أن يتحقق النور لجميع قرى وعزل المحافظة في نهاية هذا العام بإذن الله تعالى. الطرق، لا يوجد طرق غير الطريق العام الدولي المعرض للتلف، ربما شاهدتموه جميعا، وهناك عدة طرق ضمن أنشطة الوزارة لكنها بطيئة جدا، وفيها على سبيل المثال خط أرحب الجوف وخط الحزم المتون برط، هذه كلها جعجعة ولا نرى طحنا. يجري الإعداد كما سمعنا لدراسة خط يربط مأرب الجوف عبر الصحراء، وهو خط أصبح من الضروريات اليوم خصوصا بعد عمل الاكتشافات النفطية. يحسب لقيادة المحافظة أيضا خطوة مهمة، وهذه لها مستقبلها بإذن الله على المحافظة، الكشف عن حقول النفط والبدء في الاستكشافات، وهي خطوة متقدمة. نأمل أن تصبح الجوف محافظة نفطية وغازية تساهم في انتشال المحافظة من وحدة الفقر والحرمان وترفض الاقتصاد الوطني. تعاني المحافظة بشكل عام في مجال المشاريع الاستراتيجية، تعاني المحافظة بشكل عام في كل عام من عدم إضافة مشاريع من هذا النوع على أساس أن الميزانية غير متوفرة. في الجانب البشري لدينا كوادر على درجة من الوعي والثقافة لم تتاح لها الفرصة لممارسة مهامها بسبب البيروقراطية وشلل الفساد والمحسوبية، وأن أي تغيير مرتبط بالعملية السياسية القائمة اليوم على التوافق التي كبلت عملية التغيير. الأمن، تعتبر الجوف من أكثر المحافظات هدوءا في المرحلة الحالية، رغم عدم وجود جيش أو أمن غير عدد محدود في المنشآت العسكرية والحكومية بدون جاهزية، ولا تزال وزارة الدفاع تماطل في تسليحهم وترقيمهم إلى هذه اللحظة
رغم الجهود الهائلة التي يبذلونها في حفظ الأمن والاستقرار وحراسة المعسكر والمنشآت، والتوجيهات من الأخ الرئيس واضحة بهذا الشأن، لكنها لم تلاقي تنفيذ. أما أبرز الأسباب التي أدت إلى هدوء المحافظة فهو غياب إذكاء الحروب، والتي كان المخلوع يعمل على استمرارها وتواصلها، ولذا فأن أبرز مشاكل الجو لا تكاد تذكر مقارنة بما كان عليه العام 2011، وهذا ما يتذكره القبائل أنفسهم ويدينون للثورة بالفضل التي قضت على هذه البؤرة. تعرفون الصراع الدائر بين كثير من قبائل الجوف، وخصوصا مثلا أعقدها اللي هي همدان والشولان، يعني لم تسجل إلا حالات بسيطة مقارنة بالأعوام التي كان يعني لا يصبح يوم ولا تمسي ليلة إلا على أزيز المدافع والبوازيك. أما أبرز التحديات التي تواجهها المحافظة منها تمدد الحوثي مثلا، وشنه عدة حروب مع أبناء الجوف، وأبرزها على سبيل المثال وسنأتي للحديث حول هذه المسألة حرب مع أبو حسين من قبائل أبو حسين في مديرية الزاهر، حرب مع الصقرة في مديرية المطمة، حرب مع تجمع اليمين الإصلاح عام 2009 مع بعد إبادتها لأسرة كاملة وتفجير منزلها وإغلاق المسجد وقتل الإخلاء الطبي، قادت هذه إلى مواجهات في مديرية الغيل مع قبائل المحافظة بأكملها، حرب مع الثوار وضد الثورة الشبابية في 2011، حرب اليتمة 24 يوم بعد سقوط اكتاف التابعة لمحافظة صعدة، الاعتداء على جنود الأمن أثناء قيامهم بواجبهم في 28/2/2014 يوم الجمعة وقتل أفراد النقطة، وتواصل الاشتباكات بين الجيش والأمن حتى نزول اللجنة الرئاسية والأخ المحافظ كان حاضر، الحرب على قبيلة بني نوف لمدة 48 ساعة في مديرية المصلوب، وأبرز أهدافها كانت اقتصادية وليست فكرية كما يدعون، في الفكرية ليس لدينا اعتراض عليها. كما كانت حصيلة هذه الحرب إلى الآن 220 شهيد من أبناء محافظة الجوف وأكثر من 600 جريح وخسائر مالية هائلة. القاعدة تعتبر محافظة الجوف إحدى مناطق العبور لهذا التنظيم، ولا يوجد تجمع بشري لها عدا أفراد يتم استهدافهم بطائرة دون طيار، والسكان في هذه المحافظة يعشقون الحياة ويقدسونها، لذا لم يستوطن هذا الفكر. وهذا رد على من يعتقدون أن هذه المناطق مناطق قاعدة، صحيح في تواجد لكنهم يعني موجودين كأفراد، وهي مناطق عبور مثلها مناطق مثلها مثل عبور المخدرات. الثار أبرز أخطارنا أيضا هو الثار، وهو آفة يحتاج إلى تضافر الجهود جهود الدولة والمجتمع كله، ويعتبر أحد المهددات لعملية التنمية في المحافظة. يوجد ترويج من المهددات أيضا، يوجد ترويج للتجارة البيضاء اللي هي المخدرات والسماسرة عابري الحدود إلى دول الجوار، ولديهم إمكانيات هائلة وارتباطات بجهات مشبوهة تعمل على تحطيم المجتمع وأخلاقه سعيا وراء الربح السريع. إن الجوف أيها الإخوة الكرام محافظة بكر ومستودع للخيرات والثروات، وعلى رأسها الإنسان الذي هو محور التنمية وأساسها، وهو رأس مالنا الحقيقي، ثم الثروات المعدنية والنفطية والزراعية وغيرها، وهي يعني تقدر بكميات تجارية هائلة، وجود المياه الوفيرة والأرض الصالحة للزراعة التي لم يستغل منها حتى هذه اللحظة سوى أقل من 10%، تنوع المزروعات، الثروة الحيوانية، الطيور النادرة لا توجد في مكان في العالم سوى في الجوف المعروف بطيور القطع، يعني هذه من في جانب السياحة، هذه تعتبر من الطيور، وهذه تحتاج إلى جهد من الدولة في حمايتها لأنها اليوم تتعرض لقرصنة شديدة، وتغنى فيها الشاعر البديع عندما قال فيها سرب القطاع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويته أطير. الآثار والقلاع والحصون ما يعدها معلم سياحي من الطراز الأول. أخيرا هناك رسائل لابد أن نوجهها عبركم أيها الإخوة الكرام، وعبر وسائل الإعلام وعبر الناشطين لعدد من الجهات. الرسالة الأولى للأخ
رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي. الرسالة تقول: إننا عندما نستمع لنشرة الأحوال الجوية وتحديد خلو مكان في أقصى العالم من الرياح، تتحرك رياح من أقصى العالم الآخر لملء هذا الفراغ، وأن محافظة الجوف هي هذا الفراغ المغري لأي هاوي زعامة أو مغامر حروب لما تتمتع به من تضاريس وثروة وأشياء أخرى، فهل تستجيبون لنداء أبناء المحافظة وتعملون على إرساء دعائم الأمن والاستقرار وبسط نفوذ الدولة وحماية مصالح اليمن العليا؟ هذا ما نرجوه. الرسالة الثانية لأبناء المحافظة وعقالها وأعيانها ومثقفيها وقطاعات الشباب والمرأة، وأنتم جزء من هذه الجهات التي يعول عليها، ما قد مر يكفي، وحان الوقت للعمل وتضافر الجهود وبناء المحافظة وتقديم المصلحة العامة على المصالح الضيقة، فالتركة كبيرة والطريق شاق، ونحن في بناء يمن جديد. خصوصا مسألة الأقاليم تحتاج منا إلى جهد غير عادي، ما لم نستمد زمن يسبقنا كما سبقناها في الماضي. الرسالة الثالثة للأخوة الأعزاء في المؤتمر الشعبي العام: حان الوقت لتجاوز الماضي والانشداد إليه، فالمؤتمر بالنسبة لنا في الإصلاح خاصة والمشترك عامة، تنظيم بحجم الوطن، تنظيم بحجم الوطن يستلزم أن يقوم المؤتمر بدوره، وأن لا يصدق مجموعة الأزمات التي تتحدث بأن هناك إقصاء أو إبعاد. فالمحافظ لدينا في الجوف ينتمي للتجمع اليمني للإصلاح، لكن لدى المحافظة 8 وكلاء كلهم مؤتمر شعبي عام، وأكثر من 35 مديرا عاما، للمشترك منها 5 مدراء عموم، فأين هو الإقصاء الذي يتحدثون عنه فضلا عن جميع الإدارات والأقسام، برغم السوء الحاصل من العديد من هذه القيادات، ولم يقم أحد بتغييرهم أو إقصائهم كإثبات منا جميعا لحسن النوايا؟ لأن المهم ليس يتغير فلان ويأتي فلان، كيف يعمل فلان فقط. الرسالة الرابعة للإخوة الحوثيين، نقول للإخوة الحوثيين: أوقفوا شلالات الدماء وقرع طبول الحرب، وأبناء الجوف من منتسب الحوثي مرحبهم، والغزاة من سفيان وصعدة غير مرحبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.